بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج زاد المستقنع في اختصار المقنع بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو عكس الفرد، وذلك لأن الشفيع في باب الشفعة يأخذ نصيب شريكه ويضمه إلى نصيبه، فيصير شفعا بعد أن كان فردا. والشفعة في اصطلاح الفقهاء هي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه بالبيع بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. فإذا كان شريكان في أرض أو في بيت مثلاً، أباع أحدهما نصيبه، فإن للشريك الذي لم يبع أن يشفع على المشتري وأن يأخذ الشخص ليضمه إلى شخصه ويستريح من الشركة. والشفعة من محاسن الإسلام، لأن الشركة فيها ضرر على الشركاء، بخلاف ما إذا انفرد الواحد بالملكية فإنه يتصرف فيها حرا لا يعترض عليه أحد. أما إذا كان معه شركاء فإنه سيحصل الاعتراض والتعويق منهم. فجاء الإسلام بإزالة هذا الضرر، وأعطى للشريك أن يشفع في نصيب شريكه إذا باعه ليضمه إلى نصيبه ويستريح من الشركة، أو على الأقل ليقل الشركاء وتخف الشركة، فهي من محاسن هذا الدين. قد دلت على ثبوتها، على ثبوتها الأحاديث الصحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. نعم. سن الله إليكم. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريفها اصطلاحا، هي انتزاع، هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، وهو المشتري.
بعوض مالي يخرج بذلك إذا انتقلت بغير عوض، كما لو تبرع بنصيبه لأحد. وقوله بمالي يخرج إذا كان العوض غير مالي، مثل المهر في النكاح، لو جعل نصيبه مهرا لامرأة فإن ليس لشريكه أن ينتزعه، لأنه انتقل بغير عوض، ولأنه انتقل بعوض غير مالي. وكذلك عوض الخلع، لو أن المرأة خالعت زوجها بنصيبها من الأرض أو من البيت، فليس لشركائها أن يشفعوا على زوجها الذي أخذ ذلك بالخلع، لأن هذا عوض غير مالي، بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد، أي يأخذه بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقص، لأنه لو زيد على الشفيع لتضرر، ولو نقص من المشتري لتضرر، فيكون بالعدل، وهو الثمن الذي استقر عليه العقد من غير زيادة ولا نقصان. نعم. فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة. هذا الذي شرحناه، إذا انتقل بغير عوض كالهبة مثلا، نعم، أو انتقل بعوض لكنه غير مالي كعوض الخلع والمهر الصداق في النكاح، أو صلحا عن دم عمد، لأن العوض هو القصاص، والقصاص ليس عوضا ماليا، فلا يستحق الشريك انتزاع الشخص ممن انتقل إليه في مسألة من هذه المسائل الثلاث. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها. يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، وذلك بأن يظهر البيع بأنه هبة مثلا، أو يعمل عملا لا يستطيع الشفيع معه أن يصل إلى حقه، أو يجحد البيع مثلا، أو غير ذلك من الحيل، لأن هذا حق شرعي ولا يجوز الاحتيال على إسقاطه، لأنه حق مخلوق وفي إسقاطه ظلم لذلك المخلوق، بل لا يجوز التحيل لتغيير الأحكام الشرعية، كما كانت اليهود تتحيل ويستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فلذلك لعنهم الله ومقتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. موضوع الشفعة أن تكون في أرض غير مقسومة، في أرض تقبل القسمة لكنها لم تقسم، بل هي مشاعة، فإذا باع نصيبه المشاع من أرض تمكن قسمتها، فإن للشفيع أن ينتزع هذا المبيع ويضمه إلى نصيبه، ويدفع للمشتري الثمن الذي دفعه للبايع، ويحل محله. فإذا قسمت الأرض فإنه لا شفعة، لحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا مدلول الحديث، أن الشفعة فيما لم يقسم، لأن الضرر فيه أكثر. أما إذا قسمت الأرض وفرز نصيب كل واحد، فإنهم حينئذ لا يكونون شركاء، وإنما يكونون جيرانا، ولا شفعة للجار،
نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. ويتبع الشقص المشفوع فيه ما غرس فيه المشتري من غراس أو بنى فيه من بناء، فيكون للشفيع ينتزعه مع الشخص لأنه تابع للأرض، ويدفع للمشتري تكاليفه التي خسرها على هذا الغراس وهذا البناء. نعم. لا الثمرة والزرع، هذا في الشيء الثابت كالغراس والبناء، أنه يتبع الشخص المشفوع فيه ويدفع الشفيع للمشتري ما خسره في الغراس وما خسره في البناء، ويكون الغراس والبناء له تبعا للأرض التي شفع فيها. أما الشيء الذي هو على نية الأخذ ولا يثبت في الأرض مثل الزرع والشيء الذي يؤخذ، فهذا يكون للمشتري مبقا إلى أخذه من الأرض. نعم. فلا شفعة لجار. نعم، فلا شفعة لجار، لأنها إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق استقل كل شريك بنصيبه وصاروا جيران، ولا شفعة للجار على المذهب إلا فيما يأتي بيانه إن شاء الله. لا شفعة للجار إذا لم يكن بين الجيران اشتراك في مرافق، أما إذا كان بينهما اشتراك في مرافق كالمسائل كالمسائل التي تسقي زروع الجميع وكالطرق المشتركة بينهما، فإنه يثبت للشفيع على الصحيح من قولي العلماء، يثبت للجار الشفعة إذا كان بينهما مرافق مشتركة، لأنه لم يحصل الانفصال التام بينهما، فيثبت للشريك الشفعة في هذا الشخص الذي بيع وهو مجاور له ومقسوم ومفروز، إذا كان يشترك مع نصيب الشفيع في مرفق من هذه المرافق لأجل إزالة ضرر الشركة في هذه المرافق. نعم. إذن يبقى الكلام كلام المذهب أنه الشفعة للشريك ليس للجار، لأن شفعة الجار فيما ذكرته أحسن الله إليك فيما كان فيه الشراكة، يعني لا، هذا نوع شراكة، ما هو شراكة مطلقة، هذا ما في شراكة في الأرض، وإنما الشراكة في مرفق من المرافق خارج عن الأرض. نعم. قال: وهي على الفور وقت علمه. يشترط لثبوت الشفعة أن يطالب بها على الفور وقت علمه بالبيع، لحديث لما ورد في حديث الشفعة لمن واثبها أي بادر إليها، وفي حديث آخر هي كحل العقال، يعني أنها على المبادرة، فلو علم بالبيع ولم يطلب الشفعة إلا بعد مضي وقت فإنه لا شفعة له، لأن في انتظاره وتأخيره طلب الشفعة إضرارا بالمشتري. قالوا: إلا إذا كان تأخره عن المطالبة بالشفعة لعذر، كما لو لم يعلم بالبيع إلا متأخرا، لم يصل إليه الخبر إلا متأخرا، فإنه يشفع متى علم ولو تأخر. ثانيا: إذا كان غائبا وبيع الشخص في غيبته ولم يعلم ثم حضر فله المطالبة. ثالثا: إذا كان الشريك صغيرا لم يبلغ ثم بلغ فله المطالبة بالشفعة، ففي هذه أو ورابعا: إذا كان
إذا كان في صلاة، إذا علم وقت الصلاة فإنه يصلي، وإذا صلى يطالب بالشفعة. ففي هذه الأحوال وأمثالها يعذر بالتأخير، أما إذا كان التأخير المطالبة من غير عذر فإنه لا شفعة له، لأنه لو كان له رغبة الشفعة لبادر، ولأن في تأخير المطالبة إضرارا بالمشتري، إذ يبقى حقه موقوفا لا يعلم هل يؤخذ منها ولا يؤخذ، فيتضرر بذلك. نعم. قال: فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. نعم، لعدم العذر، ولأن في ذلك إضرارا بالمشتري. نعم. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني، كذلك من مسقطات الشفعة إذا قال للمشتري بعني ما اشتريته من فلان ولم يقل شفعت عليك، فإن هذا يبطل حقه. وكذلك لو قال صالحني على ما عندك من ما اشتريته من فلان شريكي يتصالحنا وإياك، فإنه يسقط حقه، لأنه لم يطالب بالشفعة وإنما طلب غيرها، فدل على عدم حاجته إليها. نعم. وإن كان جاهلا ما يدري أن الحق شو، قال بعني أو صالحني، يريد الخلاص، يعني يريد حفظ حقه، لكن لم يعلم الطريق الشفعة أنه طريق شرعي لحفظ حقه. في الغالب أن الناس يعرفون، حتى العوام يعرفون الشفعة. نعم. أو كذب العدل، أو بلغه الخبر بأن قيل له إن فلانا باع، إن شريكك باع، فقال هذا غير صحيح. فإن كان المخبر عدلا أي ثقة فإنه يبطل حقه، لأنه وصل إليه الخبر من طريق ثابت ولم يطالب. أما إذا كان المخبر غير عدل فإنه له حق الشفعة، لأنه معذور في كونه لم يصدق، لأن هذا الذي نقل إليه غير ثقة. نعم. أو طلب أخذ البعض، كذلك من مسقطات الشفعة إذا لم يطلب أخذ الشخص كله، وإنما طلب أخذ بعضه، فإنه لا شفعة له، لأن في تبعيض الشخص مضرة على المشتري، ولأن هذا يدل على أنه ليس محتاجا إلى الشفعة لأنه طلب البعض فقط. نعم. قال: سقطت، أو طلب أخذ البعض سقطت. في كل هذه الأحوال إذا علم بها ولم يطالب وليس له عذر يستوجب تأخير المطالبة، إذا قال للمشتري بعني أو صالحني أيضا سقطت، إذا بلغه الخبر عن طريق عدل يقبل خبره ولم يطالب، فإنها في جميع هذه الأحوال تسقط. وكذلك إذا طلب بعض الشخص ولم يطالب بجميعه فإنها تسقط شفعته في جميع هذه الأحوال. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. نعم. إذا كان العقار مشتركا أو الأرض مشتركة بين شركاء وباع أحدهم، فإن للشركاء الباقين أن يشفعوا وينزعوا شقص شريكهم الذي باعه، ويكون لهم على قدر أملاكهم، يقتسمون هذا الشقص على قدر أملاكهم. نعم. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا عفى أحد الشركاء عن حقه في الشفعة فإن الآخر إما أن يأخذ الجميع وإما أن يتركه، ولا يقول أنا لا أطالب إلا بقدر ما أستحقه بملكي، لأن في هذا تبعيضا للشخص. وكما سبق أنه إذا طلب الشفعة في بعض الشخص فإنه تسقط شفعته. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. نعم. إذا اشترى اثنان شخصا
من مال من عقار مشترك غير مقسوم، فللشريك أن يأخذ أحد أن يأخذ نصيب أحد المشتريين ويترك الآخر، له أن يأخذهما جميعا من المشتريين، وله أن يأخذ من مشتر واحد فقط، لأن كل مشتر يعتبر مستقلا عن الآخر. نعم. أو اشترى واحد شخصين من أرضين، أو اشترى واحد شخصين من أرضين مشتركتين، فلشريك شريك البايع أن يشفع في نصيبه من أحد الأرض من أحد الأرضين، ولا يلزمه أن يشفع في الشخصين من الأرضين، بل يشفع في شخص واحد، لأن كل واحد مستقل عن الآخر له حكم نفسه، وإن أخذ الشخصين جميعا فله ذلك. نعم. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. نعم، لو باع شخصا وسيفا أو سيارة أو شيئا آخر لا تثبت فيه الشفعة، الشفعة لا تثبت في المنقولات، فلو اشترى شخصا وسيارة أو سيفا أو دابة بثمن واحد، كان اشترى الشخص بمئة ريال، اشترى الشخص والسيف بمئة ريال، فإن للشفيع أن يشفع في الأرض بقدرها من الثمن، فيثمن السيف كم يساوي، يثمن الشخص كم يساوي، ثم يجمع مقدار التثمينين وينسب ثمن كل واحد إلى المجموع، ويؤخذ له من الشفعة بقسطه. نعم. ولا شفعة بشركة وقف. نعم، لا شفعة بشركة وقف. لو كان أحد الشركاء موقوفا عليه، لو كان أحد الشركاء في هذه الأرض يستحق بالوقف لا بالملكية، فليس لصاحب الوقف أن يشفع على المشتري إذا اشترى نصيب أحد الشركاء، ليس لصاحب الوقف أن يشفع، لأنه ليس مالكا، والشفعة إنما تثبت لأصحاب الأملاك، وهذا ليس مالكا. نعم. ولا غير ملك. فلو قدرنا أن هذه الأرض بين خمسة أفراد، نعم، أحدهما يستحق بالوقف موقوف عليه، يعني لو فرضنا أن هذه الأرض مستحقة بين خمسة أفراد، أحدهما وقف نصيبه على شخص، ثم أحد الباقين باع نصيبه، فليس للموقوف عليه أن يشفع على المشتري، لأنه لم يشترك في الأرض في الملكية، وإنما اشترك في الوقفية فقط. نعم. أحسن الله إليكم. ولا غير ملك سابق. كذلك لو اشتروا جميعا أرضا، كلهم اشتروا أرضا جميعا، اشتروها جميعا بثمن واحد، ثم بعدما اشتروها باع أحدهم نصيبه، فليس لشركائه أن يشفعوا عليه، لأنهم ملكوها جميعا، لم يسبق أحدهما على الآخر. نعم. ولا لكافر على مسلم. ولا تثبت الشفعة إذا كان أحد الشركاء كافرا، فإنه لا شفعة له على المسلم، على الشريك المسلم أو على المشتري المسلم، لا شفعة له على المشتري المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.